في اب يلبس كده؟ مش انا لبست كده؟ اه يبقى في ايه؟ وايه دي؟ دي ايه دي؟ سلمى شعري لو سمحت. ما بهزرش يا عمر، حرام عليك، ست كلت وشي بره. كلت وشك ده على اساس انا واقف بكلم رقبتك دلوقتي؟ في راجل طبيعي يصحى يوم الصبح مقرر فجأة انه يبقى مطرب شعبي ويتلم على شوية سيع زي دول ويفضل سهران معاهم طول الليل ويجيلي وش الفجر؟ عمر انت بتتلكك عشان نطلق؟ مش عارف. تعالى. على فكرة هي عندها حق. قولي يا عمر، أنت عايز تطلقها بجد؟ عشان أنا زيها، عندي إحساس إنك عايز تطلقها بس مستني تيجي منها. اسمع يا عمر، لو أنت فاكر إنك لما هتسيبها هتنساها وتعيش حياة الحرية تبقى غبي، لأنك أنت دلوقتي بتحبها حب عشرة، وطبعاً ده غير الحب بتاع زمان لما كنتوا صغيرين ومتصاحبين. ده كان حب أهبل، حب عبيط، حب تنطيط من يمين وشمال، حب قهوك. اسمعني يا عمر، حط الكلام اللي هقوله لك ده حلقة في ودنك. مفيش راجل طلق مراته وما ندمش. انتي عارفة اني بعز عمر ودايما بدافع عنه، بس انتي كمان صاحبتي، ولو زودها يبقى مفيش غير الخطة اللي قلتلك عليها. ايه المزه دي؟ طلبت لك تونه وسلمون طويل. ماليش نفس اكل اصلا. مالك يا سلمى، انت مكبره الحكايه قوي كده ليه؟ بصي انا ما بقتش فاهمها خلاص. ساعات يبقى كويس، ساعات احس انه بيتلكك لي، ساعات احس انه واحد تاني اصلا انا ما اعرفوش. ده غير انه عكس كل البشر، كل ما بيكبر ما بيشيلش مسؤوليه اكتر واكتر. يا سلمى انت اللي مش عارفه تريحي نفسك. زمان لما كنتوا مصاحبين كنت متضايقه منه عشان كان بتاع نسوان، ولما اتجوزته كان متضايق منك عشان مش مهتمه بنفسك. دلوقتي جايه بتعايري بفلوس ابوه، دي اكتر حاجه تضايق اي راجل في الدنيا ان مراته تعايره. عايز يغني يا ستي؟ انت مال اهلك، ما تسيبيه يغني. اولا انا مش بعايره بفلوس ابوه، انا متضايقه عشان ما بينزلش الشغل وقاعد بيبعزق في فلوس ابوه، ودي اكتر حاجه بقى توجع الست. تاني حاجة، هو مش مطرب، ما عندوش مؤهلات انه يبقى مطرب. يا ناس، هو اي حد مسك له جيتار وغنى له اغنيتين على سلم الجامعة يبقى مطرب؟ ما يركز في اي حاجة مفيدة بيفهم فيها، ده كمان عايز يغني شعب. انا يقول لي الشعب ده سكته سالكة وهو ده اللي بيأكل يما؟ انا اما بتضحكي؟ هي دي طريقة كلام عمر هنا؟ ده غير طبعا ستايل السيد اللي عايش لي فيه منه. انا بسكتي يا بابا. حاضر يا ستي هسكت، بس عشان خاطر ايه دي انت بس شوية. ميرسي خالص. اه بقولك ايه، فرح فاتن يوم الخميس، كلمتك كتير قوي على تليفونك وانتي ما كنتيش بتردي، سابتلك الانفيتيشن بتاعتك معايا، خدي. اه صحيح، دي كده قايلالي، ما انا كنت ملهيه في تربات عمر دي، بس هكلمها. اوكي كويس انك فكرتي. يا عم فك بقى يا عم، ما قلنا فكي خلاص. يلا يلا. فاير؟ فاير؟ نو. مايكرويف؟ مايكرويف؟ لا. قولي ايه؟ ده لاتر بي. سلمى خش جوه. ما عندكيش فزوره حلوه كده لبابي؟ ايه ده؟ ورقتي دي ولا ايه؟ ايه ده؟ ده فرح عاطف وفاتن؟ يا ولاد الذين، ده عندهم تلات عيال اساسا. بس يا عمر. ايه ده يا مامي، هو احنا هنيجي معاكم؟ اه يا روحي هتيجوا معانا، بس مش لما نشوف الاول اذا كان بابي هيجي ولا هيطنش زي حاجات كتير بيطنشها. لا يا بابي عشان خاطري، احنا ما قدرناش نخرج زي زمان. تعال نخرج ونلم الشمس، الميه ترجع لمجاريها، ويا دار ما دخلك شر. هم دول بقى وجيز الفرح اللي بيقولوا عليهم بره. والله
يعني وجودي مهم قوي كده؟ ايوه طبعا. طيب حس كده بقى اضطر ان انا ما اجيش. ليه يا بابي؟ حاجه حاجه خلاص بهزر في ايه. يا رب توب عليا بقى من البقسومات. يا حبايب بابي. يعني فضحتنا وجرستنا وفرجت علينا الفرح كله وفي الاخر وانا عملت حاجه يا روحي؟ بص يا عمر انا مش هتكلم كتير. مش هتتكلمي كتير؟ ده انت بقالك ثلاث ساعات من ساعه ما جينا من الفرح وانت نازله تني 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 تني، ده ابويا والعيال طلعوا ناموا قربوا يصحوا وانت لسه شغاله. ما انا مش فاهماك يعني، انت عايزني اشوفك كل شويه طالع لي في موضه واسكت؟ هو شويه ستات وشويه غنى انت ما ينفعش تعيش بني ادم طبيعي ابدا؟ اه ياما، هو يا النسوان يا الغنى، انت حقوده اساسا، واحده غيرك كانت مسكت الدف ووقفت ورا جوزها.